الشيخ المرسلين، السيد المستشار، السيد رئيس الجمهورية، وكالة الثقافة والسينما البصري، السيدات والسادة ممثلي الأسلاك العسكرية والأمنية، السيدات والسادة أعضاء البرلمان الوفدين، السيدات والسادة قطاعات وزارة الثقافة والفنون، السيدات والسادة الخبراء والأساتذة والباحثون الأفاضل، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بداية أن أرحب بكم في هذا اللقاء الثقافي الهام، مع منفور التقدير والشكر لكل الأساتذة والخبراء على ما قدموه من أجل إنعاش هذه الألواء الوطنية حول الخريطة الأثرية. ونحن نحتفي بإسداد استطاعة فعاليات الشهر التراث الثقافي الذي شهد هذه السنة حركية ثرية ومتنوعة في كامل ربوع الوطن. لكن هذا الاحتفاء أيضا مرتبط بالمنتدى الوطني العلمي البالغ الأهمية المتعلق بالخريطة الأثرية الوطنية، وهو ما يجعلنا نؤكد أن الاهتمام بمسألة التراث الثقافي وإن كان مرتبطا تنظيميا بأجندة زمنية فيما يتعلق بالفعاليات المنظمة في إطار شهر التراث، إلا أنه جهد متواصل ودائم من طرف مديريات الوزارة المركزية والمحلية أيضا التي تعنى بالتراث الثقافي، اعتبارا أن كافة المسائل المتعلقة بالتراث وحمايته وتكميله ما تزال إلى حاجة إلى مضاعفة الجهد وبذل مزيد من الاهتمام في البحث والتقرير وتسخير كافة الإمكانيات التي تضمن الحماية الشاملة لموروثنا الثقافي المتعدد والفاخر، والذي سيظل شاهدا على العمق الحضاري بلادنا وأصالة الشعب الجزائري وإسهاماته الكبيرة في التراث الإنساني. على هذا الأساس وبناء على هذه الرؤية، تأتي الندوة الوطنية اليوم حول الخريطة الأثرية الجزائرية لتؤكد التزام الدولة الجزائرية بحماية التراث الثقافي أولا، وكنا قد شهدنا أول أمس اختتام الدورة التكوينية لجائزة الأسلاك الأمنية في مجال حماية التراث الثقافي، وانتهاز السبل التي تمكن من تكميل تراثنا الثقافي، ووفق استراتيجية تحتملها وزارتنا بمشاركة الخبراء وعلماء الآثار والمختصين. السيدات الفضليات السادة الأفاضل، لا شك أننا نناقش اليوم بشأن الخريطة الأثرية الوطنية، وهذا النقاش هو تتويج للجلسات الجهوية التي أشرفت عليها نخبة من الخبراء والأساتذة من مراكز البحث تحت وصاية الطاعم الجزائري بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين والأساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية. وإننا على يقين أن الأبحاث والدراسات وما يتعلق بها من آراء علمية أكاديمية فيما يخص الخريطة الأثرية ستكون قيمة مضافة لهذا المشروع الوطني من جهة، كما ستتيح الفرصة لكل المشاركين بمناقشة الأطروحات المقدمة والمقترحات العلمية، وهو ما يكفي مخرجات هذه الندوة الوطنية من جهة، وذلك وفق الرؤية التفاعلية والتشاركية المعتمدة في قطاعنا. لا شك أيها الحضور الكريم أن هذه الندوة تستمد أهميتها من خطورة الموضوع ومحوريته ثقافيا وأمنيا، ولعل وضع الخريطة الأثرية كأداة إدارية علمية ستمكن من إدارة ومطالعة جميع البيانات التي يتم جمعها من قبل الباحثين أثناء عملية المسح أو التطهير، كما أنها تسمح بالتحديث المنتظم للبيانات وفقا للاكتشافات المنجزة. وهي على صعيد آخر تشكل تركيبة من المعارف والمعلومات تمكن من تسليط الضوء على المناطق المنطوقة أو الموثقة وغير الموثقة، مما يدفع لتوجيه الجهود للقيام بالقياس على مستوى المناطق غير المدروسة والتي يمكن أن تسخر بها أو تسخر بكم أثري كامل، ولا يمكن في هذا المقام أن نغفل عن الدراسة العلمية والبحثية للخريطة الأثرية. السيدات الفضليات السادة الأفاضل، ومن أجل تعزيز قدرة القطاع على تنفيذ سياسة التخطيط والتطوير وفي إطار سياسة الدولة الراوية إلى رحمة الإدارات والهيئات وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شرعنا في العمل على مشروع وطني بالغ الأهمية في هذا الشأن، ألا وهو مشروع نظام المعلومات الجغرافية لقطاع الثقافة الذي سيمكن